أنا طاقة مهدرة سر شبابي وأنا منتظر الوظيفة. فحجر الله لما دخلت بسر ابنك ومرت مالهم. يوم الله يحفظك. أنا فوزي هذا بلد في القبال وجهي واصل. إنه ما رضاش يفهم يخرجك صد الله على نفسه. أنا طاقة مهدرة سر شبابي وأنا منتظر الوظيفة. شكلك علق. سر طفي وشغل مرة ثانية. السلام عليكم. صرف الله الشياطين والمرد والملاعن وتيم منين جيت؟ من الباب. وفوزي ما كان بيكلم. ماله فوزي؟ ايش في با؟ اسمع يا مرة لا تقاطعيني ولا عاد اشتي اسمع اي كلمة زيادة. انا قررت اسافر وجاء اليوم الذي اتكلم فيه وقررت اسافر واسافر من هذا البلاد. انا 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 طاقم انا طاقه تحرشني من الطاقه بعيني. انا طاقه ألمنيوم. لا طاقه شخصيه ولا طاقه شمسيه. ما في طاقه سلبيه. انا شكلي عاد افشل. انا طاقه انا طاقه مهدره قد حفظنا يا فوزي. صح انا طاقه مهدره وسار شبابي وأنا منتظر للوظيفة. انتهى الموضوع. رفعت الجلسة. كيف زوجك؟ كيف زوجك ممثل؟ الفرغة شوعة. أيوة يا أخي. أي حين عزمت السفر؟ فرحتني اليوم أنك أتخرج هكذا برضاك بدون هزورة. أنا الصدق والله أنا صدقت. ما حد طلب رأيش. أنا طلبت رأي ملاكي. صراحة يا روحي من البداية عرفت إنك تمثل. صدق كيف عرفتي؟ أصلاً فوزي يحبني وعمره ما عاملني بهذه الطريقة. إنه شلوش أنتي وياه. السلام يا أخي. أتوحشني قوي. غبي من نوفي.